ذات كالضياء تجلو عن القلب الحزن بها الدعاة يصدعون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئًا مما أمر به إلا بلغه، فتح الله به أعينًا عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غلفًا، وهدى الناس من الضلالة ونجاهم من الجهالة وبصرهم من العمى وأخرجهم من الظلمات إلى النور وهداهم بإذن ربه إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون عباد الله، إن ربنا جل جلاله قد أمرنا في كتابه بأن نسارع إلى الطاعات وأن نسابق في الخيرات، فقال جل من قائل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل من قائل: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وحين مدح أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، مدحهم بهذه الخصلة العظيمة والفعلة النبيلة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يدل أمته على خير ما يعلمها على خير ما يعلمه لهم، فأمرنا صلوات ربي وسلامه عليه بأن نغتنم أيام العمر وساعات الدنيا في الطاعات وفعل الخيرات والتقرب إلى الله عز وجل بألوان البر وأنواع الطاعة. فثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. وثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: بادروا بالأعمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال، فشر غائم ينتظر، أو الساعة، فالساعة أدهى وأمر. أيها المسلمون عباد الله، إذا كنا مأمورين بالمسارعة في الطاعات في كل وقت وحين، فإن هذا الأمر آكد وألزم وأوجب في مواسم الخير، في مواسم الخير التي يتعرض فيها الموفق لنفحات ربه جل جلاله، يرجو مغفرة ذنبه، يرجو مضاعفة حسناته، يرجو تثقيل ميزانه،
يرجو أن يخرج من تلك المواسم وهو على خير حال. ومن أعظم هذه المواسم أيها المسلمون عباد الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فما الذي يعينك أيها المسلم على المسابقة إلى الطاعات في ذلك الشهر المبارك الذي تهفو قلوب المؤمنين لاستقباله وتفرح نفوس المسلمين لمقدمه؟ أول هذه الأسباب الإخلاص لله عز وجل. فإن المخلص الذي أيقن بأنه ملاق ربه، أيقن بأنه محاسب على عمله، أيقن بأن الحسنات في هذا الشهر مضاعفة وأن السيئات مكفرة، هذا المخلص ينبعث إلى العمل بنفس طيبة لأنه يرجو على الطاعات ثوابا ويخشى على التقصير عقابا، بخلاف المنافق الذي يكذب بيوم الدين. فإن هؤلاء المنافقين لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، لأنهم لا يرجون على فعلها ثوابا ولا يخشون على تركها عقابا. ثاني تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله حسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا ربنا جل جلاله بأن نتابعه وأن نعض على سنته وأن نلزم طريقته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. احرص أيها المسلم على أن تتأمل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان في عبادته، في صيامه، في قيامه، في صلاته، في قراءته للقرآن، في بذله للخير، في ممارسته لأنواع الجود في ذلك الشهر المبارك من أجل أن تقتدي به. وإياك إياك والإحداث في الدين، إياك إياك وأن تشرع في الدين ما لم يأذن به الله. فإن نبيك عليه الصلاة والسلام قد قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم ثالث تلك الأسباب الإقبال على الطاعات. احرص أيها المسلم على أن تضرب في كل باب من أبواب الخير بسهم. احرص على أن تكون مقيما للصلاة، باذلا للصدقات، قارئا للقرآن، ذاكرا لله، صارفا للوقت فيما يقربك إلى الله عز وجل. فإن الطاعة سبب لكل خير في الدنيا والآخرة، كما أن المعصية شؤم في الدنيا والآخرة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. احرص على أن تقبل على الطاعات كلها صغيرها وكبيرها، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وفي الوقت نفسه: إياك إياك والمعاصي، إياك إياك وتضيع الأوقات. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم رابع هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله الاعتدال والوسطية. دين الله عز وجل خير كله، يسر كله،
إن أحب الدين إلى الله أيسره. ليس مطلوبا من المسلم أن يبحث عن المشقة ولا أن يحرص على التعب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصب على رأسه الماء البارد وهو صائم. وإن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو أحرص الناس على اتباع السنة كان يتلفف في ثوب مبتل بالماء وهو صائم. احرص على أن تكون من أهل الاعتدال، من أهل الوسطية. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبحث عن اليسر، فأمرنا بأن نعجل إفطارنا تيسيرا، وأن نؤخر سحورنا تيسيرا، من أجل أن نتقوى على عبادة ربنا جل جلاله. إن أحب الناس إلى الله أعجلهم فطرا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم خامس هذه الأسباب أيها المسلمون عباد الله، ترك التسويف. إياك إياك أن تقول سوف أصلي، سوف أقرأ القرآن، سوف أقوم من الليل، سوف أتصدق، سوف. هذه مطية البطالين. أما المؤمن المسدد العازم على الخير، الذي يعلم أن أيامه في الدنيا محدودة، وأن أنفاسه معدودة، وأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فإنه يحرص على واجب الوقت، على واجب الساعة، على ما يقربه إلى الله الآن الآن، لا يقول غدا ولا بعد غد. ومن آكد ما يجب تعجيله أيها المسلمون عباد الله التوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، أن نعجل إلى الله عز وجل بتوبة ترضيه، بتوبة تفرحه. لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه، فجلس تحت شجرة ينتظر الموت، فغلبته عيناه فنام، فلما فتح عينيه إذا دابته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. نعجل بالتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي كلها. سادس تلك الأسباب أيها المسلمون عباد الله علو الهمة. لتكن همتك عالية، همتك في الخير. اتق الله عز وجل في نفسك، لا تعطي النفس راحتها، فإن النفس جبلة وطبيعة محبة للشراب والطعام، للراحة والمنام، محبة للخلود إلى الأرض، محبة لأن تنال حظها من شهواتها. لكن الموفق من عباد الله من ترك الطعام والشراب طاعة لله تقربا إلى الله عز وجل، من أجل أن يكون من أهل باب الريان. السعيد الموفق من جافى فراشه وخف للقيام بالليل، من أجل أن يدخل في من قال الله فيهم إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لا تعطي نفسك راحتها، لا تتبع هواها، بل احرص على تزكيتها، ترقيتها، تربيتها، وذلك بعلو الهمة في طاعة الله. كان سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. لما قيل له لم تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. كان عمر رضي الله عنه يقول: إني إن نمت بالنهار ضيعت حق رعيتي، وإن نمت بالليل ضيعت حق ربي. وهذا معاذ بن جبل رضي الله عنه في سكرات الموت يقول: مرحبا بالموت، مرحبا بحبيب جاء على فاقة. اللهم إنك تعلم أني ما كنت أحب البقاء في الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكني كنت أحب البقاء في الدنيا لسهر الليالي وظمأ الهواجر ومزاحمة العلماء بالركب ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. كان يحب البقاء في الدنيا من أجل هذه الأربعة: سهر الليالي في طاعة الله عز وجل، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في الدعاء والاستغفار، ظمأ الهواجر صياما لله عز وجل من أجل أن يقيه الله حر ذلك اليوم العبوس القمطرير، مزاحمة العلماء بالركب في مجالس العلم وحلق الذكر، ومعاشرة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. سادس الأسباب أيها المسلمون عباد الله: وضوح الهدف، تحديد الغاية. الناس أهدافهم مختلفة، كما قال ربنا جل جلاله: إن سعيكم لشتى. من الناس من همه المال، من همه الملك، من همه السلطان، من همه الوزارة، من همه الإدارة. من الناس من همه أن يتسلط على عباد الله. من الناس من همه الشهوات. أما المؤمن الموفق فهمه رضا الله عز وجل، همه أن يصل إلى تلك الجنة وأن ينادى مع السعداء الأبرار: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تثقل موازيننا؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تجرنا من النار؟ فيقول الله عز وجل: فإني جعلت جزاءكم أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا هو هدف المؤمن، أن ينال رضا الله عز وجل. سعيه في الدنيا، صلاته وصيامه، صدقته وبذله، جوده وإحسانه، قراءته وذكره، نقل الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، محابه مساخطه، كلها في رضا الله عز وجل. هذا الذي يرجوه، هذا الذي يسعى إليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على فعل الخيرات وترك المنكرات، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على الصيام والقيام، وأن يجعلنا من خير عباده الصائمين ومن خير عباده القائمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين.
بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون، فاتقوا الله حق تقاته، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله أن مما يعين على المسارعة إلى الطاعات والمسابقة في الخيرات قراءة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعظم الناس خيرا وأكثرهم برا وأعرفهم بالله عز وجل. إذا قرأنا في السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على كل أحواله، وأنه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حين نقرأ في سيرته عليه الصلاة والسلام أنه كان يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في سائر سنته، وكان يجتهد في العشر الأواخر في رمضان ما لا يجتهد في سائر شهره، هذه السيرة تبعث في نفوسنا عزيمة وهمة لنقتدي به صلوات الله وسلامه عليه. ومما يعين على ذلك أيها المسلمون عباد الله الصحبة الصالحة، فإن الصاحب ساحب، لو كان له صاحب صالح صادق فإنه يعينه إذا ذكر ويذكره إذا نسي، يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وإذا لاحظ عليه تضييعا للوقت وتسويفا في الطاعة فإنه يقول له اتق الله، أدرك أدرك قبل أن تندم حيث لا ينفع الندم، تدارك أمرك، تب إلى ربك، أكثر من فعل الطاعات ونحو ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خاصة وأن لصوص رمضان ما أكثرهم. فإن ناسا يريدون لرمضان أن يكون شهرا للهو واللعب أو الغناء والطرب، شهرا لتضييع الأوقات وإزداء الفراغ في فارغ الحديث واللقاء، إلى غير ذلك من أنواع اللصوصية التي يتعرض لها المسلمون في رمضان، حتى أصبح شهر رمضان عند كثير من الناس شهرا للأكل والشرب واللهو وتبادل الزيارات ولعب الكرة ومشاهدة المسرحيات والمسلسلات وما إلى ذلك من أنواع اللهو، التي وإن كان بعضها قد يباح إلا أن مكانه ليس رمضان. رمضان شهر الطاعة أيها المسلمون عباد الله. ولذلك من الآن المسلم يعقد نية صادقة، كم مرة سيختم القرآن، كم صائما سيفطر، كم من المال سيتصدق به في كل يوم، كيف سيحيي ليالي رمضان بقراءة القرآن والصلاة والتضرع إلى الله عز وجل، يعقد نية صادقة على أن يجعل رمضان كله، أيامه، لياليه، ساعاته، دقائقه، ثوانيه، كلها في طاعة الله عز وجل وبذل الخير للمسلمين من أجل أن نخرج بجائزة رمضان، بثمرة رمضان. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ما يرضيه عنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها،
أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واصلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير الثواب وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا فيه لصالح الأعمال، وأعنا فيه على قراءة القرآن، وأعنا فيه على قيام الليل، وأعنا فيه على بذل الصدقات وفعل الخيرات والتوسعة على المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة. تجلو عن القلب الحزن بها الدعاة يصدى.